بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الخامس من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، بعنوان حسن الظن بالله للصف الثاني المنهج الجديد. عاوز بس تشوف الصفحة 190، لأن في ناس كتير يقولوا لي بقول الصفحة. حسن الظن بالله، تعالوا نشوف موقف السيدة هاجر وزوجها إبراهيم عليه السلام وكيف أحسنت الظن بالله. ذهب إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وولده إسماعيل الذي كان رضيعا لسه مولود، حتى وضعهما في واد بين جبال مكة ليس معها أحد، في الجبل ولا ماء ولا شيء. ثم ذهب عنهما، يعني ماشي وسايبهم. فقامت إليه هاجر وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتدعنا هنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبها، هو بينفذ أمر الله عز وجل. فلما تكرر سؤالها وهو لا يجيبها، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فإذا لن يضيعنا الله، خلاص. الرابط بين هذه القصة والحديث اللي هو بيقول ايه بقى؟ شوف الحديث بيقول، اكبروا شوية عشان تشوفوه. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، هو وابيه الانصاري. عبد الله هذا ابوه، الله عز وجل لم يكلم احدا الا ابو جابر ابن عبد الله اللي هو عبد الله. فقال له: تمنى علي يا عبدي. قال: اتمنى ان اعود فاقتل في سبيلك. قال: ما ينفع، خلاص، ولكن سأخبر من خلفك. فنزلت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل إيه، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نفسه يرجع للدنيا عشان يموت في سبيل الله. فشوف هذا فضل جابر، إن هو ابن عبد الله رضي الله عنهما، أنصاري، يعني من أنصار المدينة، من المدينة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بيقول إيه بقى، بل قال قبل موته بثلاثة أيام، هو الإبار النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. الرسول خلاص هيموت، فهو أيضا يحسن الظن بالله ويذكرنا أن نحسن الظن بالله. لساعات الواحد ما يجي يموت أو يعني يقول ده أنا عملت ذنوب، ده أنا ربنا ما يغفر ليش، ده لا، هذا خطأ. أحسن الظن بالله، لأن الله عند حسن الظن. العلاقة بين الاثنين يدعون، أو العلاقة كلاهما به حسن الظن بالله. هنا الحديث بيقول أحسن الظن بالله، والقصة هي أحسنت الظن بالله، كلاهما به حسن الظن بالله. فهاجر رضي الله عنها أحسنت الظن، والحديث يدعونا لحسن الظن. يبقى الاثنين فيهم حسن الظن بالله. هذا هو العلاقة بين القصة، كلاهما هاجر رضي الله عنها أحسنت الظن، والحديث يدعو لحسن الظن. تمام كده، نروح بقى نصغر شوية عشان نشوف شرح الحديث. من هو جابر ابن عبد الله؟ اللي قلت لك أبوه لم يكلم الله أحدا كفاحا، يعني يرى الله عز وجل إلا جابر، ونزلت الآية دي. طيب، اللي هو عبد الله، قصدي أبو جابر. شوف بقى، هو خزرجي أنصاري، يعني من أهل المدينة، خزرجي يعني من قبيلة الخزرج. كان في قبيلتين، الأوس والخزرج. شهد بيعة العقبة مع السبعين وكان أصغرهم، في بيعتين، في عقبة صغرى وعقبة كبرى. هو حضر العقبة التانية اللي هي فيها السبعين واحد، وكان معهم امرأتان، وكان أصغر واحد. ده شرف، ده شرف اللي هو يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، يروح له مكة ويبيعه على الموت في سبيل الله، ويقول له: تعالى يا رسول الله، تعالى المدينة عندنا وإحنا نحميك. هذا شرف عظيم.
دي فضل. الشيء التالي قال رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وقال: لم أشهد بدرا ولا أحد. ليه بقى؟ ليه؟ منعني أبي من أجل البقاء عند إخوتي. كان عنده 7 بنات، الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه قال له: خليك مع إخواتك يا ابني عشان ما ينفعش نسيب البنات ونمشي، أنا رايح علي وخليك أنت. فلما قتل يوم أحد، لما أبوه مات، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. خلاص بقى، هو أطاع أبوه ولكن هو كان عاوز يروح، بس طاعة الوالدين واجبة. وعن جابر قال إيه بقى كمان؟ استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. إيه ليلة البعير دي؟ بيقول وهو ماشي الجمل بتاعه كان تعبان مش قادر يمشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هات كده عصاية، ونكز بها، نغز بها الجمل، فالجمل سبق بعير ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، بقى قوي جدا. فالرسول قال له: اتبعه لي. المهم قعد يفصل معاه واشتراه منه بأوقية من الذهب، وقال له: هل تزوجت يا جابر؟ قال له: نعم. فتزوجت ايه؟ قال له: تزوجت امرأة سيب، يعني كانت متجوزة قبل كده. ليه؟ قال له: عشان انا عندي اخوات البنات فتزوجتها لتربيهم. شوف جابر، شوف العظمة بتاعت جابر. النبي بيقول له: تتزوج تلعبها ويلعبك. هو قال لها: لا، انا جبت عشان اخواتي، تربي لي اخواتي وتحافظ عليهم بنات. وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، عالم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي له، وكان مفتي المدينة في زمانه، يعني أعلم الناس في المدينة. تمام؟ مات سنة 78. معلش أنا بطول، بس دي معلومات يعني يمكن تستفيدوا منها. يحسن الظن بالله، يعتقد أنه يرحمه ويعفو عنه. طبعا في ناس عاوزة الإجابة على طول، دي ممكن تلاقيها في أي مكان، لكن اللي عاوز يستفيد أنا معه. من معاني الحديث: المؤمن يحسن الظن بربه طيلة حياته حتى مماته. احسن ظنك بربك طول ما انت عايش. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي، حديث القدسي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كذا، لكن الحديث النبوي الرسول هو اللي بيقوله، ما ليس هناك مقولة لله عز وجل، لكن لما يقول قال الله عز وجل يبقى انا عند ظن عبدي بي، يعني هذا حديث القدسي مروي عن الله عز وجل. فبيقول يعني ايه؟ اذا انت ظنيت بربك خير يبقى خير، ظنيت شر يبقى شر. انت عاوز تروح الجنه، ظن ان انت ربنا يغفر لك. عاوز تروح النار، يبقى خلاص بقى، انت هتقول ده ربنا يوديني النار، خلاص مش هيزعلك. فهمنا؟ حسن الظن بالله ان حمل على العمل الصالح وحث عليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. تقول مش هصلي بقى وربنا هيدخلني الجنة، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، يعني غريب يعني. كما كان العبد، كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء فيما عنده، لم يخيب الله أمله ولن يضيع عمله. فأحسنوا الظن بالله، وإن شاء الله نتقابل في الجنة بإذن الله. من الأمثلة على حسن الظن بالله أن العبد إذا دعا الله عز وجل ظن أن الله سيقبل الدعاء، متأكد إن ربنا هيقبل دعاء. ليه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خلاص هيستجيب، حتى وإن تأخر، حتى لو تأخر ليوم القيامة هيدي لك جزاءك. وإذا أذنب واستغفر ظن أن الله سيغفر له، متأكد لأنه عنده حسن ظن بالله. وإذا عمل صالحا ظن أن الله سيقبل العمل، متأكد. سوء الظن بالله علامة على الجهل به، ويؤدي إلى الإكثار من المعاصي أو التشديد على النفس، بقى يقعد يقول لك أنا لازم أعمل كذا وأعمل كذا عشان ربنا إيه يقبل عملي. هذا تشدد ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة على سوء الظن أن يعمل العبد طاعات ويظن أن الله لن يقبلها منه فيقنط، يعني ييأس. أن يصلي ويظن أن الله لن يقبل صلاته،
هنا أن يدعو ويظن أن الله لن يقبل دعاءه. هنا بقى أن يدعو ويظن أن الله لن يقبل إيه؟ دعاءه. هذا سوء ظن. كونوا موقنين بالإجابة، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم. ولكن هناك الدعاء ممكن يجاوبك على طول أو بعدها بشوية أو يؤخره ليوم القيامة، واللي يتأخر ده أفضل. يوم القيامة يتمنى العبد أن الله لم يجب أي دعوة له، عشان هياخد ثواب كبير. في أوقات الشدة والمصائب ينبغي للمسلم أن يتذكر رحمة الله وكرمه ولطفه، فإن ذلك يساعد على تخفيف المصيبة وتجاوز الشدة. من أقوال السلف في حسن الظن بالله تعالى قول عبد الله ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير في يده. أنت خلي عندك حسن ظن بالله عز وجل. أحط الشاحن عشان اللابتوب هيفصل. دقيقة واحدة. اكتب مع مجموعتك عن سبب تخلف جابر ابن عبد الله عن المشاركة في غزوة أحد وعلى ما يدل. تخلف لأن والده أمره أن يظل مع أخواته البنات ويدل على بره بوالده وطاعته له. ده يدل ان هو بيبر الوالد ويطيعه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يدل، شيل الفاء دي، ويدل على بره بوالده وطاعته. صلحنا الهمزه في الاول وشلنا الفاء عشان اللي ما خدش باله. اعمل الصالحات واحسن الظن بالله، ارجو رحمه الله وعفوه في حياتي وعند مماتي. لا تقنطوا من رحمه الله. الاسئله 5 اسئله. السؤال الاول: أعد صياغة تعريف حسن الظن بالله بأسلوبك. يعتقد المؤمن هذا الظن بالله أن الله سيرحمه ويغفر له ويدخله الجنة، فيعمل الصالحات، مش يكسل، لينال رحمته، ولا يتكاسل عن الطاعات ولا ييأس من رحمة الله. هذا اجتهاد مني. عندي زكام معلش، بس مضطر ان انا اسجل حتى نلاحق المنهج. السؤال الثاني: كيف يحسن المسلم ظنه بالله عز وجل؟ يوقن بأن الله سيرحمه ويدخله الجنة، وإن دعاه استجاب له، وإن استغفره غفر له، وإن صلى قبل صلاته، وإن صام قبل صوم. هذا هو حسن الظن بالله. تعرف إن هو هيغفر لك وهيستجيب دعائك واستغفارك وصلاتك وصومك. وممكن نزود عليه هنا: ولا يقنط من رحمته.
عاوز تحسن تجيب العكس بقى، ولا يقنط من رحمته، لا تقنط من رحمة الله، يعني دي تبقى إضافة لو حبينا نزود عكس، يعني القنوط حسن الظن، ولا يقنط من رحمته. أستخرج ثلاثة من فوائد الحديث. أول حاجة، المؤمن يحسن الظن بربه طيلة حياته حتى ما مات. الحديث قال إيه؟ أنا عند حسن ظن عبدي بي، حسن الظن بالله إن حمل على العمل الصالح وعز عليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والارتباك في المعاصي فهو غرور. كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء فيما عنده، لم يخيب الله أمله ولم يضيع عمله. آخر حاجة بقى، أو اللي قبل الأخير، علاقة الحديث بالحديث القدسي، أنا زلنا عند حسن ظن عبدي بي. إيه أحسن الظن بالله، وهنا أنا عند حسن الظن، كلاهما يدعو لإحسان الظن بالله. الأول يطلب حسن الظن بالله، الحديث الأول، والثاني يقول أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي بي، فيدعو إلى أن نحسن الظن بالله ونترك سوء الظن، لأن الله يجازي العبد بحسب ظنه به. أحسنت يبقى خلاص، أسأت يبقى قلت اللي أنت عاوزه. اذكر ثلاثة من فضائل الصحابي الجليل عبد جابر بن عبد الله، خمسة بزيادة شوية عشان لو نسينا حاجة. شهد بيعة العقبة الكبرى وكان أصغرهم، ده فضل عظيم. راجل استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم 25 مرة، غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، يا سلام، مجاهد في سبيل الله. كان مفتي المدينة في زمانه، كان له حلقة علم في المسجد النبوي. أبوه نزل في حقه قرآن زي ما قلت لكم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تنسوناش من الدعاء والاشتراك في القناة، وارسلوا القناة عليها من الابتدائي للمتوسط، كل المواد في ابتدائي والمتوسط إسلامية. اللي عنده قريب صديق يعطيله القناة ويدعمنا، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، ونتقابل في سوق الجنة، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، نتقابل هناك ونتذكر ما كان يحدث في الدنيا، والشرح والآيات والأحاديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.